دينا الشربيني ممثلة هايلة من زمان، مفيش مرة عملت دور الشخصية فيها تتكره وما كرهتهاش، ومفيش مرة عملت دور شخصية تتحب وما حبتهاش. تمثيلها حقيقي جدا وطبيعي جدا، بس يا ترى بدايتها كانت ايه؟ درست دينا الإعلام في جامعة 6 أكتوبر، وبعدها اشتغلت مذيعة في أشهر برنامج شبابي وقتها، وكان اسمه شبابيك، اللي كان بيتعرض على قناة دريم، وبعد كده دخلت مجال التمثيل. دينا الشربيني غير إنها ممثلة موهوبة جداً، هي كمان ممثلة مش محدودة، وما بقتش نجمة وممثلة صف أول من يوم وليلة. دي واحدة بدأت بمسلسل المواطن إكس سنة 2011، وبعدها طرف ثالث 2012، حبها الجمهور وشاف إن تمثيلها طبيعي وتلقائي جداً وقد إيه هي موهوبة، حبوا طلتها على الشاشة، وبعدها أثبتت دينا نفسها أكتر وأكتر في مسلسلات زي حكايات بنات وموجة حارة وجراند أوتيل، وده بقى بالذات حطها في حتة تانية خالص. عملت دور شر وقلبت الدنيا وقتها، وده كان بيتعرض في رمضان 2016، وأفراح القبة وخلصانة بشياكة ومسلسلات بطولة جماعية، ولو هي مش شاطرة كانت غطى عليها وسط كم النجوم اللي كانت في الأعمال دي. شخصيتها في المواطن إكس لما كانت مساعدة مكتب محمود عبد المغني الرغاية الحشرية، وبعدين دورين سلمى في حكايات بنات وسماح في طرف ثالث في نفس السنة، ودورين ورد في جراند أوتيل وعليا في أفراح القبة في نفس السنة، لحد ما جت لها خطوة البطولة المطلقة، وكانت أول بطولة ليها في مسلسل مليكة اللي كان فكرة مختلفة وقتها وحاجة كده شبه مسلسلات يوسف الشريف اللي تلففك حوالين نفسك. دينا الشربيني جات لها فرصة من ذهب، بس مش بالفهلوة، لأ، هي تستحق كل الفرص دي. وبعدها عملت مسلسلات مع أكبر المخرجين، وكانوا مسلسلات زي الشمس ده، فضلنا رمضان كله ندور على مين اللي قتل فريدة، ودينا لها مشاهد ماستر سين فيه. وخلونا نيجي لواحد من أهم أعمال دينا، واللي هو مسلسل كامل العدد، اللي نجاح دينا الشربيني فيه كممثلة نجاح تأثير مختلف، يعني نجاحها مش مرتبط بأنها نجحت في الكوميديا وغيرت من جلدها وبس، لأ، أنا بشوف إن الناس طلعت من المسلسل ده حابين دينا الشربيني كإنسانة من كتر ما الشخصية قريبة منها، ومن كتر ما دينا كانت بتمثل بتلقائية ومن غير مجهود. نتمنى دينا الشربيني تبني على نجاح المسلسل ده، وخطواتها الجاية تكون محسوبة، لأنها حتى لو كانت مش محظوظة في تجارب كتير، فهي نجمة جيلها بلا منافس. دينا الشربيني ما خدتش من جوازاتها من عمرو دياب غير إشاعات وتنمر باستمرار، والناس مستكترة عليها، مع إن المفروض العكس. حتى لما سندها علشان تبقى نجمة صف أول وهي تستحق ده الصراحة، لأنها أثبتت موهبتها. تعالوا نتخيل رد فعل بعض الفنانات من جيل دينا الشربيني وهم بيتحكيلهم عن دور في مسلسل كامل العدد، أم لتمن أولاد أكبرهم أطول منها وأصغرهم بطل في الحكاية معاها. طبعاً كتير منهم هيرفضوا تماماً، مستحيل الفنان الواعي الشاطر الواثق من نفسه وفي موهبته ما يفضلش طول عمره يلعب في المنطقة الأمنة والمضمونة، وقبولها دور زي ده مغامرة وشجاعة وذكاء ووعي كبير جدا منها، تحدي كبير يليق بحجم موهبتها. والحقيقة إن نجاحها رد اعتبار وتأكيد على إن موهبتها مهمة وطموحة. دينا الشربيني واحدة من أهم وأشطر بنات جيلها، فنانة ذكية وموهوبة وخفيفة على القلب، ست لذيذة وعندها حضور وقبول مش طبيعي، وعندها ميزة هايلة وهي إنها شكلنا ووشها مألوف، وست جميلة وصادقة، والصدق ده هو اللي محليها ومخليها فرقة عن كتير وبفارق كبير، وده نفس السبب اللي خلانا نقتنع إنها أم لكل الأولاد دول. صدق مشاعرها وإحساسها المنضبط بدون افتعال أو تمثيل، ست اللي عندها لجان ولا بتشتبك مع حد ولا بتطلع تزعق للجمهور، في حالها وفنانة رايقة كده والله. أنا من معجبين دينا من وقت ظهورها لحد ما بقت واحدة من أشطر الممثلين.